بسم الله مو الرحمن مشكلة، أهم شيء ترسم. طيب يلا شوف كده، ديت التوتوريال اللي الدكتور محددها. حلو، عايزين نرسم التشير والمومنت دايجرام. ايه الخطوات؟ اول خطوه لازم اطلع الاول السبورت، يبقى اول خطوه اهو اطلع السبورتد رياكشن ردود الفعل. ف الفري بودي دايجرام اهو، انا عندي هنا في رولر، يبقى هنا في رد فعل واحد، وعند البن في ردين فعل، بس انا مش شايف في اي حاجه في اتجاه اكس، فهيساوي صفر، اللي هو اللي هنا يعني ده هيساوي صفر. ليه؟ لان مفيش قوه في اتجاه اكس معاه. طيب حتى لو كان موجود هي مش هتظهر معايا في التشير ولا في المومنت، ما بيظهروش معايا. القوه الراسيه والمومنت الخارجي بس هو اللي هيظهر معايا. يعني هنا عند النقطه سي مديني 180 باوند في فيت، وهنا في قوه ديستريبيوتد واخده شكل مثلث، فالمحصله بتاعتها نص القاعده في الارتفاع، وبقسم المسافه ديت التلت والتلتين. لو قلنا ده الارتفاع يبقى طيب احنا نبدا من نقطه A ولا B؟ هو اللي طالبه لازم اجيب الاثنين القوتين يعني. ايوه انا هجيبهم، هجيب الاثنين دلوقتي. انا عندي هنا اوكي، عندي هنا بي واي ديت. طب بس دقيقة بس، الحين لو قلت أجيب الـ A أجيب 2 على 3 صح؟ والـ B 1 على 3 صحيح؟ 1 على 3 يعني المسافة دي تقصد؟ إيه أي المسافة دي كلها والـ A 2 على 3 كويس، يعني هنا في 6 فيت كده، هنا 3 فيت تمام مظبوط. طيب تمام. وهنا بس بقول لك، طيب أنا راجع معلومات من زمان ما حضرت معك. طيب القوة بقى بجيب المحصلة، مساحة المثلث نص القاعدة اللي هي 9 في 30، يبقى أنا عندي كأن معايا 15 في 9 هيطلع 135 باوند. طيب نبتدي الأول أهو، ده كأنها شابتر فوق، بجيب مومنت حوالين نقطة A دي، ملاش مومنت. نبتدي الأول ال 135 دي، 135 باوند، الصفر ده جاي منين؟ 135، المسافة 6، ده بتلف مع عقارب الساعة، ده سالب البي واي، ده 9 في البي واي، ومعايا مومنت اهو موجود سالب 180 يساوي صفر. اقدر اطلع البي واي 180 يطلع بره، ناقص لا انجمع معاها برضه 135 في 6، وبعدين اقسم على 9 يطلع البي واي 110 باوند. لو جيت طبقت اف واي اجي الاقي ان الاي واي مجموع اللي فوق اللي هو 135 ناقص البي واي اللي هو طالع لفوق 110، 135 ناقص 110 هيطلع 25 باوند. نرجع بقى تاني على الرسمه اللي هو مديها لي اهو، احط القوه اللي عندي هنا في 25 باوند اي بي، وهنا في قوه اللي هي مقدارها 110 باوند. طيب لما بنيجي نقسم في طريقتين، في طريقه سهله بس ما تبقى يعني ايه، نقول بقيت تحل اكتر من مثال 3 4 ففهمت القصه، وفي مثال وفي طريقه بطريقه اللي الفانكشن دي اسلم طريقه، اسلم طريقه بالنسبه لكم يعني في الاول، اسلم طريقه يعني ما بقاش فيها غلط خالص. ايه هي؟ لاني هاخد اطلع فانكشن للدوال، فانكشن للتشير وفانكشن للمومنت، داله في اكس برسم عادي. طيب هاخد كام فانكشن او كام دال او كام مقطع؟ قال لي كل ما تظهر قوه هاخد بعدها مقطع. هذا قوه ظهرت اهي، اخد هنا مقطع، في قوه ظهرت اهي اخد بعدها مقطع، يبقى انا هنا هاخد مقطعين، كل ما تظهر قوه هاخد مقطع. طيب هنتكلم اهو، المقطع اللي انت هتاخده الاولاني انا بخطط هاخد الجهه دي اللي هو الليفت، والجهه الثانيه دي هاخد الرايت، اسهل لي اللي هو الجزء اللي هنا اسهل علي. طيب بنيجي نحط نضع حدود المقطع اللي انا بتكلم عليه من اول 0 لحد 9، المقطع يعني اخده هنا او هنا او هنا، المهم المهم قبل الـ9 لان انا اعملها ايه، مفيش يساوي، داله مش متصله. طيب يبقى انا هاخد اهو المقطع اللي انا واخده اهو، هنا في قوه اللي هي ال 25 باوند، وانا قاطع اهو ديستريبيوتد، قاطع هنا مثلا،
طب الحته دي اسميها دبليو اللي هو الارتفاع بتاعها اهو، ودي سميتها اكس. وبعدين بنيجي نقسم التشير والمومنت عند المقطع، اتفقنا انت واخد الليفت يوم ده نازل كده في، والمومنت طالع لفوق كده. طيب لسه في مشكله، ايه المشكله؟ الدبليو دي يا استاذ اجيبها ازاي؟ بمنتهى البساطه انا هكمل اهو، خليها هنا كده على الشكل هنا كده اهو، شوف كده اهو، هنا دي 30 وانا قاطع هنا ادي الدبليو ومسمي ديت اكس، والطول ده هو كله 9، فبعمل نسبه وتناسب، يعني بجيب المثلث اهو مع الكبير في تشابه، فطول الضلع ده دبليو اهو على الضلع اللي زيه 30 المفروض يساوي الاكس على 9 لو طول الضلع اللي زيه، بعدين اضرب وسطهم في طرفين هيطلع لي الدبليو 30 على 9 في اكس، يعني 10 على 3 اكس. بقت الدبليو دي 10 على 3 اكس، يبقى مرتبطه بالمقطع بطول المقطع اللي انت ايه مسويه. طيب وبعدين نبتدي نجيب المحصله بتاع الديستريبيوتد، يعني هرجع ارسم واحده ثانيه اهو، اهو واحده ثانيه اهي، عندي هنا ال 25 وقلت انت هنا في في وهنا في مومنت، المحصله بتاع ديت اهي برضك انت قلت لي دي كلها اكس، تتحط هنا اكس على 3 وهنا 2 على 3 اكس، التلت والتلتين. طيب المحصله بتاعه القوه دي اللي هي نص القاعده اللي هي اكس في 10 على 3 اكس، فنص في 10 هيطلع 5، يبقى تطلع لي دي كلها على بعض كده 5 5 اكس تربيع على 3 على 3، يبقى انا جبت المحصله اهي. بعد كده بقى نطبق تاني اف اكس اف واي ومومنت تاني. طيب النقطه اللي انت قاطع عندها سميها اي قيمه، فانا اسميها انت عندي A وB وC في الشكل، يبقى مثلا اسميها D اهو النقطه اللي انت قاطع عليها. طيب حاجه اهو اقول سميشن اف واي تساوي صفر، ها مين اللي طالع فوق؟ 25. مين اللي نازل تحت؟ اهي اللي هي نازله تحت، يبقى سالب 5 تربيع على 3، وكمان الفي او عنسها سالب في، يبقى انا جمعت القوة اللي عندي ده 1 2 3، اجيب الفي لوحدها ان الباقي كله هناك، بقت الفي هتساوي 25، انا قلت الفي هناك بقت هي اللي موجه 25، تبقى ناقص 5 على 3 اكس تربيع، ادي كده معادله الفي. معادله الفي بتقول لي انا من الدرجه الثانيه، يعني اذا هو هيطلع منحنى. طيب الاشاره السالب والموجب هنتكلم عليها دلوقتي، ازاي نعرف ارسم؟ لسه المعادله بتاع المومنت اهو، المومنت انت طلعت الفي من الدرجه الثانيه، المومنت يطلع من الدرجه الثالثه، ايش عرفك؟ لان العلاقه المومنت كده بيساوي اشتقاق الفي، اسف الفي اللي هو التشي بيساوي اشتقاق المومنت بالنسبه لدي اكس، يبقى اما اشتق المومنت يبقى اكيد من الدرجه الثالثه عشان يطلع لي ده من الدرجه الثانيه، او اقول الام هو تكامل للفي اكس. طيب انا هجيب مومنت اهو حوالين النقطه اللي انا قطعت عندها. طيب نيجي المومنت، المومنت ده اهو ده قيمته انا رسمه عكس عقارب الساعه يعني موجه، وبعدين نشوف القوه دي اللي هي 5 اكس تربيع دي بتلف عكس عقارب الساعه، يبقى موجب برضه 5 اكس تربيع على 3 المسافه اللي هي اكس على 3 البعد بتاعها عن النقطه. وبعدين يا استاذ انت قلت هنا نازل تحت هنا مع عقارب بس عكس. ايه بص بص انا برسم اهو بقطع النقطه والف كده اهو، قطعت القوه بلف الاقي اللي هتجيب عكس عقارب الساعه، ماشي انا بجيب حوالين نقطه دي ده يا محمد، ها وضحت؟ طيب نجيب الخمسه. الحاجة اللي مش مفهومة اسأل، لأن السؤال الأولاني لأن شو اسمه لأن مفروض أنت تمشي مع اتجاه القوة، اتجاه القوة نازلة تحت مع عقارب الساعة. إزاي هي ماشية بتلف ناحية اليمين ولا اليسار؟ ما هي نازلة كده صحيح، بس هي ترجع حوالين النقطة دي ولا بنجيب حوالين النقطة هذه يمينها؟
حول النقطة ايه؟ لا احنا بنجيب حوالين نقطة القطع، ما بقول ايه، حوالين نقطة القطع اللي احنا قطعنا عليها. اوه انا كده بقول لك معلش انا ما حضرت. اوكي مش، انا بقول لك ماشي، سميت نقطة القطع دي، شايف، سميت نقطة القطع دي، اذا نقطة قطعية اكيد عكس عقارب الساعة. انا عشان كده بقول لك اهو، انا سميت نقطة القطع عشان اجيب مومنت حواليها عشان ابقى انا فاهم بعمل ايه. طيب نجيب بقى ال 25، دي بتلف مع عقارب الساعة تبقى سالب 25، المسافة كلها اهي اكس. طيب نجيب المومنت بقى، دالة المومنت دي ودي كله هناك بقى، دالة المومنت هتساوي 25 اكس بقت سالب 5 اكس تكعيب على 9. لو انت اشتقيت المومنت يطلع الدالة اللي فوق ده، يطلع دالة الفي بالظبط بالظبط، تطلع دي. لو انت اشتقيتها تطلع دي فوق، لو اشتقيت ال 25 تظل حالها ها زين، تنزل والثلاث تنزل تحت مع الخمسة، تضرب مع الخمسة لي 15 وناقص واحد اثنين، شريك سوس اثنين صحيح؟ ايوه، وفي 9 تتقسم، الثلاثه اللي انت نزلتها تتقسم مع التسعه يطلع 3، 3 في المقام. اوكي عشان ده قانون هم استنتجوه. طيب انا كده خلصت المقطع الاولاني اللي هو من اول 0 لحد 9. تاني كده استاذ بص لفوق، انا خدت هنا، هبتدي ادخل هنا، الشطاره بقى هنا، بدل ما اخد كل دي يا استاذ فالديستريبيوتد يخش معايا واللود اللي هنا يدخل معايا، فتبقى العمليه ايه، صعبه شويه او تطول. امال قال لي اخد المقطع اليمين بقى ده، اخد المقطع اليمين. طب لما تاخد المقطع اليمين انا هسمي، ركز، هسمي الحته دي كلها من عند المقطع اكس بقى. طب الباقي ده يبقى اسمه ايه يا استاذ اللي انت خدته؟ الباقي دوت البين كله كام؟ قال لي 9 و4 ونص 13 ونص، 13 ونص اشيل منهم اكس، يتفضل الحته دي، يعني الحته دي 13 ونص ناقص اكس. انا سميت دي اكس في المقطع الجديد، الباقي من البي. دايما هتسوي كده، لو انا هاخد واتنقل للطرف اليمين بسمي الجزء ده اكس والباقي من البي اسمه الطول كله ناقص الاكس. يبقى انا خدت المقطع ده اهو والبيانات بتاعته من اول فين لفين؟ قال لي يا استاذ من اول هنا لحد هنا، دي كام؟ 9 لحد اخر بيم 13 ونص. تاني كده اهو، هاجي هنا كده. طب انت خدت اليمين ليه؟ اسهل ليا دلوقتي بدل ما اخد الليفت زي ما انا متعود، بقلل ايه؟ بقلل الحساب، دي خطوتين هتلاقي الحساب خلص في بالنسبه للمقطع اليمين. طيب نكمل، انا هقول له اهوت هاخد المقطع اليمين، البيانات بتاع المقطع الاكس من اول 9 لحد 13 ونص. طيب وريني كده اهو المقطع اللي انا واخده، شكله كان هنا في مومنت مرسوم جاهز اللي هو قيمته كام، المومنت كان قيمته كام؟ بسم الله 180. 180، ايوه خليك فاكر 180. ماشي ننزل تاني تحت 180، ما فيش الا هو بس. هنا في 180 باوند في فيلد. طيب نيجي، انت واخد اليمين، الحته دي انت سميتها ايه؟ الباقي بقى انت قلت لي 13 ونص ناقص اكس، دي اللي فاضل اهي. طيب اقسم بقى اللي تشي والمومنت اللي هو الداخلي، اتم انت واخد اليمين يبقى الفي لفوق والمومنت ده يكون طالع لفوق ايضا. طيب يعني يا استاذ لو انا طبقت اف واي وسميت نقطه القطع ايه، سميتها دي برضك اهو، واللي طالع فوق ممكن مفيش قوه يا استاذ، الفي مفيش قوه معاه، خلاص اتحط بصفر، يعني اللي تشير انتهى في المقطع ده، مفيش قوه خارجيه. طب اجي اخد المومنت عند نقطه القطع برضك اهو، المومنت ده اللي انت بتدور عليه بالسالب جاي معاه سالب 180، اذا المومنت هيساوي سالب 180 باوند في فيت. عايزين نرسم بقى المعادلات دي اهو دول. طيب لما اجي ارسم
خلاص مش هيهمني بقى اي حاجه خارجيه، بس خليك فاكر فاكر ايه، ان التشي والمومنت لازم يقفل بالصفر، لو ما قفلش بالصفر في حاجه غلط. طيب تعالى نشوف هنرسم ازاي التشي والمومنت. المعادله ديت، المعادله دي خلينا احطها جنب هنا في المقطع اللي هو من اول صفر لحد 9 الفي اهي، وبعدين المقطع الجديد من اول 9 لحد 13.5 الفي بيساوي صفر، والمومنت المومنت بيساوي 25 اكس ناقص 5 على 9 اكس تكعيب. تعالى نبص عليهم كده، انا هرسم المومنت اللي تشير الاول شير فورس دايجرام. هذا الاكس وهذا هنا الفي. انا عني عن المعادله دي، دي معادله تربيعيه يا استاذ. طيب اهم نقطتين عوض عندهم اللي هو البدايه والنهايه، عند الصفر وعند التسعه. يعني اجي اقول له الفي لما الاكس تساوي صفر لما تيجي تعوض هيطلع لي 25 بس دوت، يبقى عند الصفر اطلع 25، هذا 25. وبعدين النقطه الثانيه اللي هي الاخيره بتسعه، لما اجي اعوض في المعادله بتاعتي اهي اكتبها لك فوق اهو 25، انت بتتكلم اهو كده 25 ناقص 5 على 3 اكس تربيع، هعوض 25 ناقص 5 على 3 حط التسعه تربيع، يبقى 25 ناقص 5 على 3 في 9 تربيع هتطلع سالب 111. طيب يا استاذ انت قلت لي هنا صفر، هذا التسعه اهي وده 13.5، 111 يعني نقول مثلا هنا اوصلهم ببعض ازاي يا استاذ؟ يعني اوصلهم كده ولا كده ولا عامله ازاي؟ يعني اذا انا شايف، انا شايف ايه؟ شايف ان هو ان كان موجب وبعدين اصبح سالب، اذا هيمر بنقطه الصفر، هيمر بنقطه الصفر، يبقى لازم اجيب نقطه الصفر. مهمه مهمه، لان عند النقطه ديت بيكون المومنت قيمه عظمى. طيب اجيبها ازاي؟ بقول له ده الفي راح يساوي صفر ات، اخد المعادله دي واساويها بالصفر عشان يجيب النقاط اللي عندها بيساوي صفر، فهتودي ال 25 هناك، يبقى الاكس بتاعي عندي 25 وبعدين على 5 على 3 وبعدين اجيب الجذر، اجيب الجذر يعني 25 قسمه 5 على 3 وبعدين جذرها طلع 3 8 7، يبقى عند ال 3 8 7 راح يساوي صفر. احنا قلت لي هنا 9 يبقى عنده النقطه دي 3 8 7. طيب يا استاذ برضه الرسمه هتبقى عامله ازاي؟ عامله كده يعني ولا عامله ازاي؟ اجي بقى نفهم اهو الجزئيه دي، في طالب بيقول لك ايه طب عوض كمان نقطتين ثلاثه، يبقى انت كده مش هتنتهي. امال ارجع لشكل البيم بقى او اشوف شكل الديستريبيوتد بتاع البيم كان عامل ازاي؟ كان كده يا استاذ، كان مثلث وقوه نازله لتحت وفي قوه لفوق هنا وفي قوه هنا. طيب اجي اشوف بقى ايه، افهم اللي انا فهمت اللي انا هقوله ده، اقدر استخدم الطريقه السهله سريع وانا برسم من غير ما اقعد اعوض كده. طيب ازاي؟ شوفوا كده، انا الفي ديت هي اصلها اصلا تكامل للدبليو اكس دي اكس، هنا دي اسمها دبليو اكس، دي داله متغيره او ديستريبيوتد، بقعد اجمعها، بجمع معنى كلمه تجمع يعني اخد المساحه اللي تحت المنحنى، اخد الجزئيه دي وبعدين الجزئيه دي اجمعها عليها مساحه مع الجزئيه دي، كل شويه عمال اجمع في المساحه يحصل لها ايه؟ اللي انت بتجمعها كل شويه بتكبر عن اللي قبلها، تكبر عن اللي قبلها، تكبر عن اللي قبلها. طب بتكبر، هي نازله لتحت ولا طالعه لفوق؟ نازله لتحت، يعني المجموع بتاع السالب كل شويه يزيد يزيد يزيد. طيب يبقى كان هنا الاول يا استاذ اهو 25 جمعت معاها حته سالب، طب الحته اللي انت خدتها صغيره ولا كبيره؟ لا صغيره الاول، لان لو كانت ديستريبيوتد كده كان المثلث كده، فاللي بتجمعه الاول حته كبيره يقوم ينزل سريع كده، لكن لا انا اللي بجمعه الاول حته صغيره،
حته صغيره في السالب، يقوم ينزل ببطء، ينزل ببطء كده كده، وبعدين عمال يزيد بعد كده، يقوم يطلع كده. شوفوا الشكل عامل ازاي. تاني الحته دي ايه اللي خلاها حصلت؟ نزلت ببطء ليه؟ لان المساحه دي اللي انا مجمعها مساحتها صغيره، غير لما يكون المثلث اللي انا عمال اشخبط عليه ده اه بالاحمر ده، ده هنا كبير بعدين هنا كبير، فالمثلث هنا صغير الاول. استنى شويه، يبقى المساحه دي صغيره الاول، يوم ينزل ببطء وبعدين ببطء وبعدين مره واحده، ايه اللي يحصل؟ يخليه للمنحنى بتاعه المساحه كبرت، يقوم تزيد 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 تزيد، لان المساحه عماله تزيد بعد كده. طيب بعد كده قال لي بعد كده الفي بيساوي صفر اهو في المنطقه اللي بعد كده، اه اللي هي من اول اكس، من اول اكس لحد 9 لحد 13 ونص، هو قال لي الفي بصفر، يعني اقفل كده وخلص، تفضل صفر، لان اصلا ما فيش قوه بعد كده هنا خالص في المنطقه دي. يبقى كده ده شكل مين؟ شكل الفي. طيب عايزين نطلع المومنت من المعادله، وازاي استخدم الشكل بتاع مين؟ بتاع التشير ده. طيب تعالى نشوف كده، هاخد بقى ايه رسمه المومنت دايجرام، المومنت دايجرام، المومنت دايجرام، او بنقول عليه البندنج مومنت دايجرام. باجي برضك على الرسمه بتاعتي، ارسم الرسمه واطلع اكتب المعادلات بتاعتي اهو، هنا اكس هذا نقطه 9 وهذا النقطه 13 ونص. طيب المعادله بقى عباره عن ايه؟ اول معادله اللي هي اكس اقل من الصفر لحد 9 كان المومنت يساوي، معلش يساوي بقى هنا كام؟ نحفظها، يساوي خلينا نصورها كمان شوية، هذا المعادلتين ننزل بقى تحت كده المعادلة الأولانية أو في المقطع الأولاني كان بيقول لي المومنت 25 اكس ناقص 5 على 9 اكس تكعيب. طيب أول حاجة نعمل إيه؟ برضه هنعوض بالنقاط الأولانية والنقاط الأخرانية، لما أحط بصفر هيطلع بصفر، طيب لما أحط الإكس بكام؟ بتسعة، نعوض أدي 25 في 9 ناقص 5 على 9، 9 أس 3، 25 في 9 ناقص 5 على 9 في 9 أس 3 طلع لي سالب 180 باوند في فيت. طيب لو أستاذ إحنا عندنا نقطة مهمة اللي هي النقطة اللي عندها الـ V بتساوي صفر، الـ V كانت بتساوي صفر كانت عند النقطة 3.87 فيت، دي مهمة لازم أعوض عندها، وأنت قلت لي بيكون المومنت أكبر قيمة عنده. طيب هنحط اهو ب 3.87 في نفس المعادلة دي، أخد 25 في 3.87 ناقص 5 على 9 في 3.87 أس 3، أخد هنا كده 25 في 3.87 ناقص 5 على 9 في 3.87 أس 3 طلعت 64.59 كده باوند في فيت. طيب الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ قال لي اعتمد على الشكل اللي فوق بتاع التشير مع القيم دي اللي احنا هنحطها. يعني الاول لو جينا وضعنا القيم عند 9 سالب 180 اهو، سالب 180، وعند 3 64 اهو، 5
أربعة خمسة أربعة تسعة. طيب تطلع إزاي الرسمة؟ أبص أنا على مين؟ على رسمة، على رسمة التشيب. إزاي؟ ما هو المومنت تكامل للفي، معنى كلمة تكامل يعني بقعد أجمع المساحة اللي تحت المنحنى دي، المساحة دي هشوف أنت عاملة كأنها شبه المثلث برضك، بجمع الأول المرة دي مساحة كبيرة، وبعدين المساحة اللي أنت بتجمعها اللي بتضيفها بعد كده تصغر تصغر تصغر، يعني الإضافة اللي أنت هتضيفها للي قبلها صغيرة، فيبقى إذا مقدار الزيادة الكلية عمالة تزيد ببطء بقى في الآخر، تزيد ببطء. طيب اقسم لي هنا كده، اه اول حاجه طلعت كبيره، تطلع كبيره كده مره واحده وتبقى بطيئه، يعني ما تطلعش كده يا استاذ، لا ما تطلعش كده. ليه؟ لان اللي في البدايه الاول المساحه اللي انت بتجمعها كبيره مش صغيره، ما هوش مثلث كده. لو كانت المساحه دي كانت في الاول في الفي، يبقى اذا دي كانت تطلع بطيئه كده. لا يا استاذ، هي في الاول المثلث القاعده بتاعته كبيره، يوم يطلع المساحه بتاعتنا تكبر مره واحده سريعه كده، وبعدين تبطأ تبطأ تبطأ، لان اللي بضيفها في الاخر اللي هو راس المثلث، المساحه الصغيره دي بتخلي الزياده اللي انت بتضيف عليها كل شويه تبقى بطيئه. وبعدين اجي الاقي مساحه صغيره الاول وبعدين تزيد، اه معناه ان هو هيبطئ، هيقل ببطء يقل ببطء يقل ببطء وبعدين يزيد. وبعدين وصلنا للقيمه دي، المومنت اللي في الجزء الثاني، المومنت اللي في الجزء من اول 9 لحد 13 ونص، المعادله بتاعته معادله فين؟ بسم الله 25 طلع سالب 180 ثابته، لان الفي كان صفر فوق، وبعدين المعادله تفضل سالب 180، يعني تفضل زي ما هي. اه تفضل زي ما هي، خلينا اظبطها تاني كده كده. طب يا استاذ، هو انا هو مر بنقطه الصفر، مش مهمه، مش مهمه بالنسبه لي، انما الفي هو اللي مهم، خلينا اظبطها تاني كده، مش مظبوطه شويه كده. بعدين فضل ثابت ثابت ثابت، اللي هو سالب 180. انت قلت لي لازم يقفل الصفر، اه لازم يقفل الصفر. طب يقفل الصفر ليه؟ لان في مومنت خارجي قيمته 180 مع عقارب الساعة. طب مع عقارب الساعة سالب ولا موجب لما اجمعه في الرسم؟ أدام مع عقارب الساعة يصبح موجب، إنما في الحساب اللي هو سميشن اف سميشن مومنت في الكالكوليشن، لما أجي أحسب ردود فعل وكده، لا مع عقارب الساعة كنا مخلينه سالب، لكن المومنت اللي في الرسم لو هو مع عقارب الساعة بيكون موجب. يعني لو بصيت للرسمه فوق اهي، شايف مديني اهو 180 مع عقارب الساعه، يقفل معاه فيخليه يساوي ايه؟ صفر. فتطلع الرسمه بتاعته كده، يفضل ثابت لحد 180 وبعدين يقفل بالصفر كده. كويس. طيب تعال نشوف المثال اللي بعده. هنا المثال ده عايز يرسم اللي تشيو المومنت دايجرام. اول حاجه نعمل ايه؟ نطلع السبورتد. انا شايف ده فيكسد، يبقى هنا في اي واي وهنا في مومنت اسمه ام اي، اهو نرسم الفري بودي دايجرام. هنا كانهم مثلثين لسهوله الحساب، اهو كان يعني هنا في قوه وهنا في قوه. لو انت عايزهم على بعض مفيش مشكله خالص، خدهم على بعض، خد نص القاعده في الارتفاع اهو، ومكانه هيبقى في النص ديت، ودي الارتفاع بتاعه هو الأربعة، 4 كيلو باوند بير فيت، يبقى هاخد الأربعة، قلت لي نص القاعدة، القاعدة كلها 12، 12 و12 يعني 24، خدت كله كأنه مثلث، اه، وعندي قلت هنا في رد فعل اسمه واي، وهنا في مومنت، دي المسافة دي 12 ودي المسافة 12. طيب مفيش إلا دي في واي، هي أكيد تتزن مع دي، يعني هتساويها، مش محتاجة اقول اف واي تساوي كام؟ دي 4 في 24 فتطلع 48، يعني 48 كيلو باوند. يعني الاي واي مش محتاج اطبق حاجه او اكتب، هي 48 كيلو باوند. انما انا عايز اجيب المومنت اللي هو الراجل ده، المومنت اللي هو
سبورت ده، ايوه ده بيلف الام ايه ده، بيلف عكس عقارب الساعة موجب، انما ال 48 تجيب سالب اللي هي 48 في المسافة بتاعتها 12، يبقى المومنت ده ام ايه 48 في 12 يطلع 576 كيلو باوند في فيت. نرجع ارسم قيمة السبوتة دي احطها جنبنا هنا اهي، قيم هنا 48 كيلو باوند، والمومنت ده طلعناه 576 كيلو باوند في فيت. طيب هناخد كم مقطع؟ انت بتقول كل ما تظهر قوة هاخد مقطع، بس الديستويت ديت مش منتظمة، هي لو كانت مستطيل كده كنت خدت قوة او كنت خدت مقطع واحد. طب هنا يا استاذ لا، هنا هو هتقسم دي لوحدها كده كأنها دي ديستويت ودي ديستويت، هاخد مقطع هنا وبعدين اخد مقطع هنا. طيب المقطع الاولاني اللي هنسميه مثلا هنا اكس واحد وده هنسميه اكس اتنين، وهنا كده المواصفات بتاعته. المقطع الاولاني من اول صفر لحد ال 12. طيب وريني الشكل بتاعه اهو، احنا قلنا هنا الاي واي قيمته 48 وفي مومنت خارجي اللي هو الام اي اللي هو 576، وبعدين الديستريبيوت ده ومسمي دي دبليو برضه اهي. نجيبها ازاي برضه؟ نقول طول الدبليو على الحته اللي انت قاطع منها اكس يساوي الطول كله اللي هو الارتفاع 4 على الطول ده كله 12، ف4 على 12 تطلع تلت، يبقى الدبليو هتساوي اكس على 3 ديت اكس على 3، انت مسمي ديت اكس ماشي. يبقى المحصله هي دي نص القاعده في الارتفاع نص في اكس في اكس على 3 يعني تساوي اكس تربيع على 6، ادي المحصله، ودي تبقى اكس على 3 ودي بقى 2 اكس على 3. نجيب نرسم الانترن ده بيتنرسم هنا في، وارسم كده المومنت وسمي النقطه اللي عندي قطعت عندها مثلا سميها مثلا سي ماشي. طبقوا اف واي تساوي صفر ده طلع فوق موجب، بجمع كل القوى بقى 48 دي طالعه لفوق، 48 دي طالعه لفوق، 48 هنا في اكس تربيع على 6، الفي دي نازله لتحت، اودي الفي الجهه الثانيه تبقى 48 ناقص اكس تربيع على 6، هذا اول معادله. طيب المومنت هاخد مومنت حوالين نقطة القطر اللي انا مسميها سي، المومنت ده ماشي مع عقارب الساعة العكس عقارب الساعة موجب، الاكس تربيع ديت تدي موجب برضك موجب اكس تربيع على 6، المسافة اكس على 3، ال 48 ده يلف سالب في اكس، في مومنت خارجي اهو قيمته موجب مع عكس عقارب الساعة 5 7 6 يساوي صفر. اودي دول كلهم هناك، يبقى المومنت اما توديهم هناك الاول حاجه اهوت عندي 48 دي بقى اصبحت موجب، سالب اكس تكعيب على 18 سالب 576. طيب نيجي بعد كده هناخد المقطع اللي فين؟ اللي فوق هنا في صعوبه شويه. ايوه هاخد المقطع اللي هنا وهاخد اليمين عشان برضك اسهل العمليه، بدل ما تبقى هناك هنا يبقى انت عندك مشكله خالص هنا، هتقعد تقسم دي ازاي؟ ايش مثلث وايش مستطيل؟ يبقى العمليه كالكعب، يبقى انا هاخد اليمين. طيب هتسمي ايه؟ انا هسمي كل دي اكس، الباقي الطول اللي بين كله 12 و12 24، شلت منه اكس يبقى دي 24 ناقص اكس. طيب يا استاذ الحته اللي انت قطعتها ايه؟ انت قلت لي دي 24 ناقص اكس والديستريبيوت ده دي كام بقى؟ ما انت سميت دي دبليو،
اهو سمي دي دبليو واحد اهو، دي سميناها دبليو اتنين. الطول ده كام بالنسبة للأربعة؟ ما هو احنا عايزين نجيبه بدلالة الأربعة وعشرين ناقص إكس، يبقى المثلث ده كده كله ده أهو، المثلث ده كده كمله أهو اللون الأحمر ده كده. أنت قلت لي هنا دبليو اتنين أنت بتدور عليها، وهنا أربعة، الحتة دي كلها اتناشر. طيب هنقول برضو المثلث على الكبير، يعني اكتب كده دبليو 2 على القاعده بتاعته 24 ناقص اكس تساوي 4 على الحته دي كلها كام؟ دي 12 اهو، وبعدين وسطهم في طرفين 4 على 12 يعني تلت. يعني اذا الدبليو 2 دي، الدبليو 2 دي قلنا 24 ناقص اكس مضروبه في كام؟ في تلت، يعني على 3 كده. يبقى انا هاخد ديت، دي الارتفاع، الارتفاع 24 ناقص اكس على 3، ننزل له تحت، ننزل تحت اهو ونكتب هنا. انا هتكلم على المقطع الثاني من اول 12 لحد 24، من اول 12 لحد 24 كان شكل المقطع اهوت. هنا مفيش أي حاجة خالص، أيوه إلا دوت بس، وأنت قلت لي ديت عبارة عن 24 ناقص إكس، والدبليو ده اللي أنت طلعتها 24 ناقص إكس على 3. طيب أنت قطعت من هنا، اقسم وجيب المحصلة، يعني هنا هنا في وهنا في مومنت، وهذا الديستريبيوتد أهو اللي هو المحصلة بتاعته، نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة 24 ناقص إكس في الارتفاع اللي هو 24 ناقص اكس على 3، يبقى انت عندك 24 اكس كمان اهي، 24 ناقص اكس على 3. يعني لو جيت ظبطته تاني كده اهو، هنا مفيش قوه، هنا في في بس اهو كده، هذا الفي وهذا المومنت، الديستريبيوتد اللي هو المحصله بتاعته، هيبقى عندي نص في ثلث يعني 6، وعندي 24 ناقص اكس الكل تربيع كده، وديت المسافه دي 24 ناقص اكس على 3، وهنا المسافه ده اهي نقول 24 ناقص اكس في 2 على 3 كده. طيب عايزين نجيب ال في اف واي، ال في ال في وبعدين البي، معلش واحنا في هنا البي، البي هنا اطبق اف واي، البي طالع لفوق، البي طالع لفوق نازل لتحت، عندك القوه اللي هي سالب المحصله اهي اللي هي 24 ناقص اكس الكل تربيع على 6، ده يساوي صفر. يبقى ادي البي بتاعتي 24 ناقص اكس الكل تربيع على 6، اجيب المومنت